ربوا معتصماه انطلقت ملء أفواه البنات اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. ربما كان هذا البيت الشعري الشهير لابن مدينة منبج الشاعر الكبير عمر أبو ريشة خير ما يمثل حال مدينة منبج اليوم، وهي تخوض انتفاضة الغضب في وجه ميليشيات قنديل، انتفاضة شعبية ضحايا مدنيون، حواجز ومقرات التهمتها نيران الغضب، أسواق أضربت وطرق مقطوعة وعشائر عربية نفذ صبرها. هكذا بدا المشهد بعد تفجر انتفاضة منبج العربية ضد انتهاكات ميليشيات قسد وسياستها المتعجرفة بحق أهالي المدينة، وآخرها فرض التجنيد الإجباري على الفتيات والفتيان وسوق شبان المدينة لخدمة حروب تنظيم PKK التي لا تمت لهم بصلة. أحداث ملتهبة تجتاح مدينة تكالبت عليها القوى المتصارعة على أرض سوريا مراراً وتكراراً للسيطرة عليها طمعاً بأهميتها الاستراتيجية. فمن هي تلك القوى؟ ولماذا تحظى منبج بتلك الأهمية؟ تقع مدينة منبج التاريخية شمال شرق محافظة حلب وسط الحزام الشمالي لسوريا على بعد 80 كيلومتراً من المحافظة و30 كيلومتراً غرب نهر الفرات، وتشكل خطاً اقتصادياً يربط مدينة حلب بطرفي نهر الفرات الشرقي والغربي منه. يبلغ عدد سكانها حسب إحصاء أجري عام 2004 نحو 100,000 مدني، إلا أن هذا العدد تضاعف مرات عدة بعد عمليات النزوح والتهجير القسري لسكان المناطق المجاورة إليها، ووصل إلى ما يزيد عن 600,000 نسمة. تشهد المدينة تنوعاً عرقياً فيها الشركس والأرمن والكرد، أما النسبة الأكبر فهي للعرب السنة. تسكنها عشائر عربية متنوعة، الغنائم، الببنة والنعيم والجيس والدمالخة وغيرها. أحرار منبج يطلبون الأمن. منذ الأسابيع الأولى لتفجر الثورة السورية ضد نظام أسد خرجت منبج بمظاهرات مطالبة بالحرية، حتى تحررت من سلطة النظام بتاريخ 17 من تموز 2012، وقد استطاعت من خلال التنسيق بين مجلسها المحلي وبين فصائل الجيش الحر من أبنائها أن تحافظ على قوامها المدني وعلى المؤسسات الخدمية، فضلا عن أنها المدينة الوحيدة في الشمال السوري التي لم تشهد عمليات تخريب وسرقة ونهب. فجر يوم السادس من كانون الثاني عام 2014 حاول تنظيم داعش السيطرة على المدينة، إلا أن فصائل الجيش الحر بالتعاون مع الأهالي شنوا هجوماً أدى إلى طرد التنظيم من المدينة وأسر عدد من أمرائه وأنصاره، وباتت منبج خالية من داعش لمدة 18 يوماً. عاود التنظيم أواخر كانون الثاني 2014 حصاره للمدينة من ثلاث جهات، وبعد حصار دام أكثر من أسبوع قام خلاله التنظيم بقصف المدينة بمدافع الهاون، تمكن داعش بتاريخ 23 من كانون الثاني 2014 من احتلال المدينة من جديد، وقام بالتنكيل والانتقام من كافة الناشطين المدنيين والعسكريين. بتاريخ 18 من أيار 2014 كانت منبج أول مدينة سورية تنفذ إضراباً سلمياً احتجاجاً على ممارسات داعش. في آب من عام 2016 تمكنت ميليشيا قسد بدعم أمريكي من إخراج تنظيم داعش من منبج، وقد افتتحت سيطرتها بإحراق السجلات العقارية في المدينة تمهيداً لإطلاق أكاذيب حول حق الأكراد في المدينة. في مطلع 2017 سلمت قسد ميليشيا أسد قرى تقع على خط التماس مع فصائل المعارضة غرب مدينة منبج بريف حلب الشرقي باتفاق مع الحليف الروسي. نهاية 2018 استشعرت تركيا الخطر المحيط بها، فصعدت لهجتها وهددت بطرد قسد من منبج، ليعلن الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترامب انسحاب قواته من سوريا وسحب قوات التحالف من المدينة، في حين سارع الأكراد إلى الاتفاق مع روسيا وميليشيا أسد التي أرسلت عناصرها إلى المناطق الحدودية الخاصة بمنبج للوقوف إلى جانب قسد، خطوة جعلت تركيا تعيد حساباتها وتوقف تهديداتها بالهجوم على المدينة لتبقى تحت سيطرة ميليشيات قسد. جاء بعدها إعلان كاذب للجيش الروسي أن ميليشيا أسد تسيطر بشكل كامل على المدينة عام 2019.
مواطن العادي شو ذنبه من الأحداث هاي؟ شو ذنبه؟ كل سنتين هنا كبلد منبج كل سنتين يتغير العالم، يتغير، يتركونا، يتركونا مطمئنين شوي، يتركونا مرتاحين. تركيا تعتبر منبج هامة لقربها من حدودها ولكونها جزءا من أمنها القومي على الحدود الجنوبية المشتعلة بالأحلام الانفصالية الكردية. قست تنظر للمدينة على أنها الشريان الاقتصادي واللوجستي لعناصرها، إذ تربط شمال شرق البلاد بشمال غربها، في حين تستخدمها واشنطن كورقة ضغط على أنقرة بدعمها لقسد، خصوصا بعد رفض تركيا استخدام الأمريكان لقاعدة إنجرليكا التركية. أما ميليشيا أسد والقوات الروسية ما زالت على الأطراف الجنوبية للمدينة تنتظر الفرصة لاستكمال قضم وضم أجزاء أكبر لمناطق سيطرتها. السيطرة على منبج ستمنح سيطرة أشمل على الطريق السريع إنفور المهم اقتصاديا وجغرافيا. أما بالنسبة لأهالي المدينة العربية فما زالوا يبحثون عن الحرية والعيش بكرامة، وهو ما أدى لتفجر الانتفاضة الأخيرة في وجه القتلة واللاعبين بالخرائط.